سلام خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ميمات الوليدات عمر ديالكم مزيان، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحيحتكم ان شاء الله. مبروك عواشركم ان شاء الله، العيد على الابواب. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وزياده الرزق يا ربي الحبيب. وهنا يا اخواتي نقول لكم فيديو جديد ومع فلوق جديد ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه والرزق يا ربي وطول العمر. اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك على المربع الاحمر لانه جرس باش يوصلكم كل جديد. ياخذكم سعاد فضلا وليس امرا. وهنا تنقولوا هنا فيديو ديالنا دائما نبداو بصلاتنا على نبينا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. المهم هنا غادي ندير لكم واحد الجوله في كارفور الحوالات ديال يمكننا خارجين ودزت تسعان والدراري قالك بغاو يشوفوا الحولي ودزنا نشوفوه. ايوا قلت علاش لا ندوزكم تانتوما تشوفوا معايا وصافي. الصراحة ما شريتش منه عيد، دزنا نشوفوا منه صافي. ومنها جولة في الطريق ديال الصخيرات هرهورة. ايوا دزنا نشوفوا الحولي وقلنا علاش لا ندوزكم معايا تانتوما وتشوفوا معايا وتخطروا لي عويناتكم خرجوا شويه نشوف الكوزينه والجو ديال تماره علاش لا. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، نبدلو شويه وصافي نغيروا واحد شويه. ايوا هنايا في الطريق ديال هرهوره. ايوا نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحيحتكم ان شاء الله ويلقاكم هاد هاد الفيديو بصحة والسلامة والرزق وطولة العمر يا ربي. وهادي راه تمارة. ايوا كنت غادي ندير لكم هاد الفيديو هذا ونشارك معاكم صراحة جا وخا العيد اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله. عرفتي اللي سولتيه تتحركك يدك من جهة تحركك راسك كلشي كلشي تبارك الله وصلى على النبي. غالي 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 بزاف. ايوا الله يلطف بينا يا ربي. و الدرويش تا هو مسكين عيط وتنقص الاسعار. الله يدير لينا تاويل ديال الخير يا ربي الحبيب. والله يوجد لينا وليكم وجميع المسلمين والمسلمات يا ربي الحبيب. وانا الصراحة ترى قرب المغرب الله مش الدنيا عاد باش وصلنا. ايوا كدايرين المهمات الوليدات ديالكم؟ الله ينجح كاع الوليدات وهاد الامتحانات يا ربي. الله ينجح وليدات المسلمين وليداتنا يا ربي يا ربي الحبيب. الله ينجحهم ويفرح كاع وليدات المسلمين كاع اللي عدوا الباك واللي عدوا. الله ينجحو ويفرحهم يا ربي الحبيب. ونتمنوا من الله الخير لينا ولوليداتنا ان شاء الله يا ربي ولجميع المسلمين والمسلمات يا ربي. شريت نطلبوا سيدي ربي طلبوا الخير لينا ولغيرنا يا ربي. وانا الصراحة زدت تكون كاينة تبارك الله الغلام موجودة في هاد كارفور ولكن تبارك الله راه الغلا ولكن راه تيتباع الكيلو ماشي زعما الحولية هكاك الكيلو. كاينين ديال اسبانيا، كاينين ديال كاين البرقي، كاين الماعز، كاين السردي موجودة خاصها عمر. الله إلا كاين عيا عمر الله يوجد لينا وجميع المسلمين والمسلمات يا ربي. صراحة أنا ما خديناش عيا ضربنا دورة. وهادي هي كارفور، هي هادي قربنا ليها صافي ما بقينا والو نوصلو ليها. إيوا المهم قلت نديكم جولة معايا كما عودتكم دائما ما مشيتانيش نديكم معايا كتغيير بحال هكا. والقناة متنوعة ديالي جولات
بلوكات طياب اي حاجه. المهم داكشي اللي قسم الله غنبارطاجيه معاكم، ونتمنى من الله الخير لينا ولغيرنا، ونتمنى من الله تخرج عليا. وتنقول من هذا الفيديو هذا تحياتي لخوتي المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب، ومن طنجة حتى الكويره وجميع الدول العربيه، تحياتي لكم اخوتي بالصحه والسلامه والهنا وزياده الرزق يا ربي وطول العمر يا ربي يا حبيبي. وطاق العمر يا ربي يا ربي. وهاد الحوايج صاروا اللي ما عدوش مسكين الله يوجد ليه، واللي عدو الله يرزقه ويزيدو يا ربي، الله يرزقه من فضله. ايوا هنا وصلنا لبلاصة كاين البايم. المهم هنا وصلنا لبلاصة البايم، تبارك الله كاينين تبارك الله البهيمات. هذا راه البركي هذا زوين تبارك الله، فيه الحوالة زوين، كاين اللي كبار منو تاني كل حاجة والتمن ديالها، او معازين الكبار مع الكبار والصغار مع الصغار وكل حاجة. المهم هنا راه عازين هاد البركي هو دايرين معاه حتى الماعز. المهم راه التمينة معلقينا في البلاكات الطريفة، يعني تيتعبر الكيلو هذا ماشي تيتباع زعما الحولي، تيتباع الكيلو. هذا البركي صار حتى انا متعجبني البركي، على الصار ديال البركي الصار دي تيكون فيه الشحمة بزاف، الشحمة ديالو تكون مجهدة الصراحة. حتى البركي لا ما ناقص زعما من الشحمة. ايوا كله واش تيعجبو تاني ماشي. وهنا راح حيت لكم الصوت، صراحة كنت مخلي الصوت كيف ما شفتو راه زوميت لكم على دوك اللي مليا، هادوك كبار منهم وعاد تاني اللي واخدين الناس طابعينهم مخلينهم تاني في الجهة الأخرى، راهم مطبوعين اللي شارين الناس مخلينهم حتى ليلة العيد عاد يجيو يديو الناس الغرام ديالهم. هذا ديال البلاد صراحة، حنا معمرنا خدينا ديال يا اسبانيا ما نكذبو على سيدي ربي، تناخدو عادي ديال البلاد صافي. ايوا اختي الله يجيبنا الرزق، الله يجيب لنا الرزق لينا ولجميع المسلمين والمسلمات. المهم هنا هاد الدراري قالك والو بغاو يشوفو الحوالة ودوزناهم، كانت هاديك هي الطريق لاني سكنا في البحر. ايوا دزنا تنشوفو فيهم تانا، تعجبني ندخل الرحبة ديال الباين تيحمق ندخل الرحبة ديال الباين في أيام العيد. إيوا هادو هنايا راهم ديال إسبانيا، هومايا هادو راه حوالة البنات ماشي حوليات، حوالة ديال إسبانيا تا هما الكيلو. بصراحة هما كاينين اللي فيهم سمانة هما فيهم الصوفة، ماشي بحال ديال البرقي اللي حدانا اللي دزنا عليهم زعما شفناهم في الأولين. وهنايا البنات كل واحد كيتمشى على قد جهده صراحة. وهادو هما البين ديال الصباليون الحوالج، سبحان الله ماشي بحال الحوالج ديال المغرب عندهم الكرون. انا شفتهم من بلوكات صحابهم حوليات، عاد قال لي مول دار الله راه الحوالج ديال الصباليون هما هادو. ايه والله يجيب الرزق والصحة والسلامة يا ربي. وهنايا البنات كيما قلنا كل واحد كيتمشى على جهده، وهادو هما الحوليات ديال الصباليون هما هادو. حوالة قلت لهم حوليات حيت الصراحة ملي شفتهم أنايا تنصحابهم حوليات الساعة هما يا قالي مول دار الله هادو راه حوالة، حيت قلت لي راه في الحولي عبد الكرون، قال لي لا راه راهم حوالة هادو هما الحوالة ديال الصباليون عازينهم بوحديتهم، البركي دايرينهم بوحديتو، السردي بوحديتو، الجديان هما هادو هما هادو البنات. المهم الكيلو واقيلا داير واش واقيلا 16 مية الكيلو واقيلا، اللي دايرين مع 17 مية اللي دايرين اليوم الكيلو، تعادو تتباعو الكيلو. وبالنسبة للسردي داير 82 درهم اللي داير السردي، صراحة عجبوني واحد الحوالي ديال السردي ولكن ما شاء الله عجبها كبارين.
ايه والله يجيب لنا على الصحة والسلامة، كل واحد يتمشى اخواته على جهده. المهم الواحد يفرح لوليداته، وبالنسبة لعيد السنة وكل واحد يتمشى على جهده وصافي. الله يجعل البركة. الواحد راه العيد راه فايت في نهار والبنات. المهم هادو هما الحوالي اللي كنتهم ديال الصرد، هادو هما 82 درهم داير الكيلو، تيتعبر الكيلو وتيبقى عندهم تما حتى ليلة العيد عاد تيديها. المهم انا ما شريت صراحة من عندهم، غير دزنا شفنا وشافوا الوليدات كما قلت لكم انا عزيز عليا نشوف البهايم ايام العيد ضروري، واخا نمشي عند الدويره ونجلس. تبارك الله متزوزين زوين، ما في المستوفى لا والو. اليوم الصردي صراحة ما تنفضل البرغي على الصردي، حيت الصردي تيكون مجهد، الشحمة ديالو مجهدة، وما هادو تبارك الله راه حوالا كبارين واللي مطبوعين واخدين الناس عازلينهم بوحديتهم وحاطينهم في ديك الجهة اللي مليها، هادو كل مليها راه كلهم مطبوعين. وهادو تاهما هادو هنايا راه هادو تاهما هي مبركي، هادو هادي تقولها حمرك الراس، هي هادي تبارك الله زوينين، ولكن الله يجيب الرزق والصحة والسلامة. الصحة والسلامة خواتاتي، وتنقول لكم مرحبا بكم مع قناتي وقناتكم يومية سعودية سهيل. دائما اختكم سعاد البساطة، وقت نخرجكم شوية من الجو الكوزينة وجو تمارة. المهم في المبشيت نديكم معايا تفوجوا معايا، واللي ما شرق ليه تنزه هادشي اللي درت اختكم سعاد. المهم هاد الحوالة راه في كارفور في تمارة، ايوا هادشي اللي كاين احبابي. نتمنى من الله تكملوا الفيديو حتى الاخير، وما تبخلوش على اختكم سعاد بالبصيمه ديالكم والبارطاج قناتي وقناتكم يوميه سعوديه ياسين. شكرا للمشتركين ديالي الجداد والقدام، الله يحفظكم لي احلى خوت خواتات والناس العزاز والميمات، ما نسيتكمش، الله يحفظكم لي كاملين يا ربي. المهم اختكم سعاد كل شيء عجبني، عيني تلفت الله يستر، الله يرحم عيني تلفت. ايوا كل عام ورزقه، كل عام وعامه وصافي، الواحد يطلب الصحة والسلامة. وهذا هو كارفور، وش نقول لكم هنا الفيديو ديالنا بيسالي. بسلام عليكم مع فيديو جديد ونهاية جديد وراتي جديد ان شاء الله، وفلوق جديد ان شاء الله. يا ربي بالصحة والسلامة والهنا وزيادة الرزق يا ربي، وأستودعكم الليلة دي لا تدعوا دائعوا، وبسلام أخوتي.